زي ما تابعنا مع بعض دي مظاهرات في تونس رفضا لما يحدث في قطاع غزة والاستهداف المباشر للمستشفى المعمداني. يسعدني أن ينضم إلينا عبر سكايب من لندن دكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات للتعليق على هذه الجريمة. دكتور أنس أهلا بك. تحية طيبة أستاذ تحية للمشاهدين الكرام وتحية ولا إجلال قوانين واحترام ولا أعراف لأهلنا ولا شرائع أحبابنا في فلسطين وفي غزة وهم الذين قتلوا الأنبياء ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبل الشهداء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وأن يحفظ أهلنا من كل سوء وشر على حرمات الله وحدوده حصل خلال الساعة أو الساعة ونصف الأخيرة يعني جريمة بكل ما يمكن أن تغطيه كلمة الجريمة من معنى ومن فعل. الأرقام التي تصلني وربما تصل المشاهدين الكرام بأنه ربما بحدود 1000 شهيد قضوا في هذا الهجوم الغادر هو استمرار لأعمال الإرهاب التي تمارسها إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء من يعني دول أوروبا وعدد آخر من الدول في وجه الحقيقة يعني معارضة من شعوب حول العالم بل أكاد أقول بأنه شعوب حتى في أمريكا وفي أوروبا نفسها غير راضية عما يجري ولكن احنا عايشين في عالم الحقيقة يموج بالجريمة يموج بالظلم إسرائيل هذه يعني ليس أمرا جديدا إنما هو جديد من حيث السعة والانتشار والعمق والأعداد ربما الذي ذهب ضحية مثل هذا الهجوم ولكن جريمة المشروع الصهيوني الحقيقة هي مستمرة منذ عقود وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يتم ارتكابها بشكل مستمر ضد أهلنا ليس فقط في غزة بل في كل أنحاء فلسطين هي مستمرة فهذا يعتبر يعني حلقة جديدة من حلقات الإجرام التي يمارسها الصهاينة. نعم ولكن طبعا الآن قبل قليل اسمح لي نعم. دكتور يعني هناك بعض الدول وبعض الأنظمة وبعض الزعامات التي تتحجج بالقانون الدولي أين ما يحدث في قطاع غزة الآن من القانون الدولي خاصة الآن ونحن نتحدث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يتحدث عن أن هذا عدو لا يعترف لا بقانون ولا بشرائع ولا أعراف وهذه مجزرة جديدة تضاف إلى المجازر التي يرتكبها هذا العدو في حق الشعب الفلسطيني ويذكر أيضا أن هذه المجزرة ما كانت تحدث لولا الغطاء الأمريكي الذي أعطي لنتنياهو ومن معه تعليق إيه؟ هذا يعني طبعا القانون الدولي هذا مبرر فاضي وكلام لا قيمة له لأنه القانون الدولي معروف إيش هو بل أنه العالم لما يذكر القانون الدولي في حالة حرب أوكرانيا وروسيا يكون يعني واضح جدا في أنه استهداف المدنيين هي جريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي قطع الماء والمؤونة والمواد الغذائية الأساسيات عن أي مجتمع مدني هذه جريمة حرب هم عرفوها ضد عدوهم الروسي ولكن يبدو أن الأمر حينما يتعلق بالفلسطينيين يبدو أن القانون الدولي فجأة يتميع ويكون يعني ذو معنى لا نعرفه لا ندري ما هو يفسر وفق كل واحد يتكلم بالقانون الدولي يفسره وفق هواه أنا الحقيقة خلال الدقائق الأخيرة سمعت بعض التصريحات من مسؤولين إما في أمريكا أو في بريطانيا أو في بعض الدول الأوروبية يقولون بأنه حماس كانت عندها بعض غرف العمليات في داخل المستشفى كلام فاضي كلام لا يقوله إلا فاشيون هؤلاء فاشيون.